عليكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، جد مشترك علمي خيار فرنسي، ومرحبا بكم في حصة جديدة في إطار دروس مادة علم الحياة والأرض خيار فرنسي في إطار درس الفاكتور كليماتيك إي لا غولاسيون أفيك لي زيترو فيفون، العوامل المناخية وعلاقتهم بجوزيع الكائنات الحية. دونك في الحصة هادي غنخدم معاكم كيما قلت لكم واحد لابارتي اللي هي مهمة جاية في الدرس فيها الحساب. غادي نخدم معاكم طريقة الحساب ديال كوسيون بلوفيوميتريك طومباج، الحاصل المداري الطريق كيفاش نحسب كيو، ومن نحسب كيو كيفاش نقدر نحطها في داك بيان سور في دياغرام دومبرش في الخطوط المطر بيان سور في ميزون الخطوط ديال اونباش. دونك غنبداو على بركة الله باش نفهمو اكثر. دونك اول حاجة خصنا نعرف سكون ابيل كوسيون بلوفيوميتريك، الحاصل المداري ديال اونباش، طريقة ولا العلاقة باش كنحسب بهاد الحاصل. دونك باش نرمزو ليه هاد الكوسيون بيضا، الحاصل المداري ترمز ليه بكو، ال اي تي ايغال تندير الف فوا بي ا، الف راه كتبقى ثابتة، بي ا هي لي بريسيبيتاسيون انيول. بالنسبة للبريسيبيتاسيون انيول ديجا وريتكم كيفاش تحسبوهم، تساقطات السنوية تدير لا سوم ديال لي بريسيبيتاسيون مينيسيي، يعني تندير مجموع ديال التساقطات الشهرية، يعني تنجمع التساقطات ديال شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثة حتى شهر 12، كندير المجموع باش كتخرج ليا التساقطات السنوية. دونك اون فوا كتخرج لك التساقطات السنوية كدير المجموع كضربها في ألف وكتقسم. نجيو للقسمة، القسمة كنديرو كروند ام بريم ولا ام بلس بتيت ام سور دو. شناهي ام كبيرة؟ هي لا تمبيراتور ماكسيمال ديال او بيان لا موين ديال لا تمبيراتور ديال لو موا لو بلو شون، يعني كنشوف في الاشهر من شهر واحد حتى شهر 12 تنشوف شنو هو الشهر الاكثر درجة حرارة، شكون هو الشهر اللي تسجلت فيه اكثر درجة حرارة، يعني شكون الشهر اللي تيكون فيه كيكون الشهر اللي هو ساخن كتكون فيه مرتفع درجة حرارة. غالبا ما تيكون لو موا جويي، غالبا تيكون لو موا جويي كيكون شهر يوليوز، ولكن المهم الا ما كان شهر يوليوز غيكون غشت. المهم انا كنقلب في الاشهر كاملين من شهر واحد حتى شهر 12 على اكبر المعدل مسجل بدرجة الحرارة اشمن شهر وتنكتبها داكو، زائد بتيت ام اللي هو بتيت ام اللي هو لا موين لا تمبيراتور مينيمال ديال لو مو لو بلو فخوا، يعني كنشوفو الشهر الاكثر برودة من شهر واحد حتى شهر 12 تنشوف الشهر الاكثر برودة تنكتب بتيت ام ديالو داكو، وغالبا تيكون شهر واحد. المهم انت كتقلب على شنو هي اصغر درجة حرارة مسجلة في ديك الاشهر كاملين، هادو كنجمعهم وتنقسمهم على جوج غير اكونديسيون. هاد ام و تيت ام خاصهم يكونوا بالكيلفن، باش يكونوا بالكيلفن خاص ضروري هما تيتعطاو لك في الجدول بيان سور ولا في المعطيات تيتعطاو لك بالدوغري سيليسيوس، يعني ضروري خاصني نزيد لهم 273 قبل ما نبدا الحساب، تنحدد ام وكنزيدها 273 وتنحطها حتى حنايا بغينا بالكيلفن. بتيت ام حتى هي كنديرها بالدوغري تنزيد لها 273 باش نحصلوا عليها بالكيلفن، كل شيء تنقسموه على جوج مضروبة، هادشي كله مضروب في ام موان بتيت ام. بالنسبة لام موان بتيت ام كيتسمى لامبليتود تيرميك، الوسع الحراري، حتى هو كندير هاديك درجة الحرارة في الشهر الأكثر ارتفاع في درجة الحرارة كنقسم منه درجة الحرارة ديال الشهر الأكثر برودة، حتى ديك ام راها بالكيلفن، هادي اللي تنهضرو عليها هنايا تاهي بالكيلفن وهذه بالكيلفن. يعني دائما كيف ما قلت لكم اول حاجه كندير قبل ما نحدد هاد كيو كنحدد ام ندير كتساوي مثلا 19 باي اكزومبل كنزيد لها 273 وتنحطها، وبتيت ام عاوتاني كنديرها وتنزيد لها 270 وتنحطها. فاش تنجي الحساب كناخذ هذيك كونط ام ديجا زيد لها انا 273 تنزيدها بتيت ام لي حتى هي ديجا عندي تنقسمهم على جوج وكنضرب وتنضرب كروند ام لي عندي ديجا زيد لها 273 وكنقسم منها بتيت ام لي ديجا عندي. يعني هاد الطريقة خدمة لي هي ساهلة باش ما تخربقش في الحساب، حيت بزاف ديال الكلام تلاحظ انهم كيتخربقو في الحساب ديال هاد كوسيون بلوفيوميتريك. دونك
بغيت ما نحسبوا هاد الكوسيون بليفيومتري كاش غينفعني، غينفعني باش انا نوظفو في هاد الدياغرام دومبير. الدياغرام دومبير شنو عاطيني؟ واحد الدياغرام اللي فيه مجموعة من المجالات. دونك هنايا هاد الدياغرام دومبير علاش يعتمد باش عطانا هاد الدياغرام؟ يعتمد على الكوسيون بليفيومتريك كيما كتلاحظو كو هوايا في الوسط من صفر حتى لميتين داكوغ، وقسم ليا بيان سور على حسب كو، قسم ليا نقسم لي المجالات ديال المغرب لمجموعة من المجالات، مجموعة من لي زيطاج، مجموعة من المجالات. كاين المجال ليطاج صحاري، المجال صحراوي، ايطاج اريد لي شاد من هنا حتى لهنا، يعني تيحدو جوج ديال الخطوط. كاين ليطاج سيمي اريد، وكاين ليطاج سوب اوميد، وكاين ليطاج اوميد. المجال اللي هوايا تيكون رطب، هذا كوب بالاعتماد على كوب. كذلك هنايا فلاكس ديال لي زابسيس دار ليا بتيت ام، بتيت ام يعني درجة حرارة الدنيا، درجة حرارة الدنيا قسمها ليا مجموعة من قلنا على بين بتيت ام. ديجا قلت لكم في لا فيديو ان اعتمدوا على بتيت ام باش قسموها مجموعة من المجالات. اذا كانت صغر من صفر هاد بتيت ام راه كنقولوا ان هاد المجال كيتسمى ايفير تخي فخوا، يعني المجال اللي هو رطب جدا، اللي هو بارد جدا باردون. اذا كان ما بين يعني صغر من ثلاثة، بين صفر وثلاثة راه المجال اللي هو بارد، إلا كان بين ثلاثة أصبع راه المجال اللي هو يا معتدل، ولا كان كبر من سبعة بتيت أن كبر من سبعة راه هو المجال اللي هو يا تيكون بيان سور اللي هو المجال اللي تيكون ساخن، يعني درجة الحرارة فيه كتكون مرتفعة. دونك هنايا غنجيو ونشوفو واحد ليكزومبل طريقة الحساب ديال كواسيون بلوفيوميتريك. وانطلاقا من هذا الجدول عندي جوج محطات كونفوي، عندي محطة إفران وعندي تيزنيت. إلا بدينا بإفران وبغيت نحسب ليها كوسيون بلوفيوميتريك، أول حاجة خصني نحددها هاد العلاقة خاصها تكون حافظها، كو إلي تيكالا ألف مضروب في بي أ مقسومة على كروند إم بلوس بتيت إم سيغ دو مضروبة في إم ناقص موا بتيت إم. دونك أول حاجة كيفما قلتلكم خصني نحدد بي أ اللي هو التساقطات السنوية. باش نحدد التساقطات السنوية غنجي لهنايا هاد البي، هاد لي بريسيبيتاسيون ديال كل مو ديال كل شهر، غادي ندير المجموع ديال هادشي كله من لو موا جونفي حتى لو موا ديسمبر، غندير المجموع هادشي اللي يخرج ليا غادي نحطو هنايا بريسيبيتاسيون داكوغ. بالنسبة لكروند ام غنمشي لام ديال افران، هو كروند ام كيعطيوها ليك كروند ام، غنشوف شنو هي اكبر درجة حرارة مسجلة، غنقلب عليها. اذا قلبنا هنايا في كروند ام دونك هنا 8 10 12 30، دونك الى لاحظتوا على درجة الحرارة المسجلة خلال الاشهر 12 شهرا هي ديال جويلي، يعني كونت ام هي 30.6، يعني كتب 30.6. وما تنساوش غادي نزيد لها 273 حيت انا باغيها بالكيلفن. هادي كونت ام، بتيت ام غنمشي بتيت ام عاود ونشوف هي اصغر درجة حرارة مسجلة في الشهر الاكثر برودة. نقلب على اقل درجة حرارة، اقل درجة حرارة هي 0.1 داكوغ. هاد 0.1 منساش خاصها بالكيلفن، غنزيد لها 273، هادشي اللي خرج ليا بالكيلفن. هادشي اللي خرج ليا نجيو ندير لي تطبيق عددي هنا فقط. دونك انا عطيتكم اكزومبل واحد اخر، هي مثلا بحال واحد المحطة ديال ازرو جمعنا البي ال لقينا فيها 829، ها هي 1000. مثلا كروند ام هي 32.7، كنزيدوها ديما 273، نزيدها في الوسخ عاد باش حطها هنا من الافضل، زائد بتيت ام 2.4 ونزيدها 273 في الوسخ، حسبهم يعني تكون ديجا عندك محسوبه هذه وهذه. دونك كتجمعهم وتقسمهم على جوج مضروبه، عاوتاني نفس الشيء كروند ام اللي هي بالكيلفن ناقص بتيت ام، صافي هذو ديجا تكون حاسبهم وحطهم في الوسخ حسن. دونك كدير التطبيق العددي وتتحسب بيان سور ليكواسيون بلوفيوميتريك. دونك هاد الكواسيون بليفيوميتريك كيفما قلت لكم فاش غينفعني، غينفعني باش نحدد بيان سور لاج باردون، باش نحدد لير بيو كليماتيك، باش نحدد الطبقة الحي المناخية ولا ليطاج بيو كليماتيك، باش نحدد المجال الحي المناخي ديال كل منطقة. مثلا الا خدينا افران ضروري يعني بعد ما غتحسب كو خاصها تخرج لك صحيحة، ما خرجت لك صحيحة ما تعرفش كيفاش تحد، ما غاديش يخرج لك هذيك لي زيطاج بيو كليماتيك، ما خرجوش لك خرجوا لك غالطين. دونك هنايا بتيت امر هذا شك عندك ديال افران خديتيها من الجدول، كو راك حسبتيها. دونك بعد ما حسبناها هنايا
باغ اكزومبل ناخذ هنايا تيزنيت، عندي بتيت ام هي 7.3، غنجي ل 7.3 مورا 7، دونك غتجي في ليفيغ اللي هو الشو، هنايا ليفيغ اللي هو الشو، يا كندير لانتيرسيكسيون ما بين 7.3 مع 23 كو 23، دونك هنايا كو كوم فو فويي هي 10 10 20، دونك هنايا تقريبا هنايا 20 هنا 23، دونك غندير 23 وغندير لانتيرسيكسيون 3 دي 23 مع 7.3، دونك هاد النقطة غتجيني هنايا، يعني هاد النقطة ديال تيزنيت ولا مدينة تيزنيت غتجيني هنا، يعني فاش غيسولك على ليطاج بيوكليماتيك المجال الحيمناخ ديال هاد ديال تيزنيت اشنو غتقول ليه؟ غتقول ليه ان ليطاج بيوكليماتيك كتنتمي على سولون بتيت ام ليفر شو المجال اللي هو يا كيكون سخون داكوغ، مجال ايفر شو، و بالنسبة ليزيطاج ايطاج اللي هو جات ليا هنايا في اريد، بما انها جات من بينها جوج ديال الخطين يعني راه جات في مجال اريد داكوغ، دونك غنقول ان ليطاج بيوكليماتيك ديال تيزنيت هو ايفر شو اي اريد، ايفر شو اي اريد. مثلا هنا افران، افران في اشمن ايطاج بيوكليماتيك جات، لاحظتوا افران جات ليا هنايا، جات ليا في دونك جات في ليفر فخوا كوم فويي بان بتيت ام ديالها صغر من صفر، يعني في ايفر فخوا اي لي اي اوميد، ليطاج كليماتيك ديال افران دائما كندير التقاطع هانتوما ديال هاد النقطة مع هنا، دونك هاد ليطاج سولون كو اوميد، ولكن ليطاج ديال بتيت ام راه هو ايفر فخوا، يعني ندير ليطاج كليماتيك ديال افران هو ايفر فخوا اي اوميد. دونك هنا الطريقة باش كنحدد دونك لي طاج بيوكليماتيك دي سيدغيا سوب اميد اي اميد اي فار فخوا، يعني دائما تيسولك على لي طاج بيوكليماتيك خاصها تقول سوب اميد، الا مثلا جات لك في جوج المجالات ولا في مجال واحد راه ممكن، الا ممكن تجي لك يعني تشد لك جوج المجالات سوب اميد اي اميد افيك اش، وكتحدد اني فار فخوا. دونك هادي بالنسبه للطريقه باش نحدد لي زيطاج بيو. دونك اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، غنتوقف معكم هنايا الى حصه مقبله باذن الله، واحد موفق لجميع التلاميذ والتلميذات، وخليو لي التعليق ديالكم، اي اقتراح اي سؤال كونسيرنون الدرس لا بيان سور الفورو ولا اقتراحاتكم فيما يخص الفيديوهات اللي ممكن نحط، دونك حطوها لي في التعاليق راه تنقرا جميع التعاليق. دونك واحد موفق جميع التلاميذ والتلميذات، وكنتمنى لكم النجاح ان شاء الله كاملين باذن الله، وجيبوا دي بون نوت حسن من الدوره الاولى ان شاء الله باذن الله، والى اللقاء الى حصه مقبله.